الانتقال التلقائي للإلكترونات، الانتقال التلقائي المباشر. فسبق لكم أن درستم في مستوى السابق أي الأولى بكالوريا تفاعلات الأكسدة والاختزال، وهذا المثال الذي سنتطرق إليه هو واحد من التفاعلات التي درستموها سابقا ودرستموها كذلك خلال الفترة الأولى أو الفصل الأول من هذه السنة. بالنسبة لهذه التجربة المرسومة أمامكم، هناك إناء يحتوي على محلولين، أحدهما لكبريتات النحاس الثاني والآخر لكبريتات الزنك الثاني، تم فيه غمر صفيحتين، واحدة من النحاس والثانية من الزنك. كما تلاحظون هنا أن هناك مزدوجتين مؤكسيد مختزل، المزدوجة الأولى سي دو بلس سي يو، والمزدوجة الثانية زدان دو بلس زدان. إذا نعتبر مجموعة مكونة في الحالة البدئية من المزدوجتين مختزل مؤكسيد زدان دو بلس زدان والسي دو بلس سي يو. الرموز بين قوسين هي الحالة الفيزيائية لكل نوع كيميائي. أ كيلو فهي نقصد بها أك أي إيون متميز، أس فهو جسم صلب، بحيث اعتبرنا في المحاليل لهما نفس التركيز أيا كانت القيام 1 مول بار لتر أو 10 مول بار لتر أو 0.1 مول بار لتر. المهم أن الإيونات سي دو بلس وزيد دو بلس لهما نفس التركيز في المحلول. نلاحظ بعد مدة زمنية دلتا تي توضع، كما تلاحظون توضع جسم أحمر على صفيحة الزن، والمحلول الذي كان لونه في البداية أزرق بسبب تواجد الإيونات سي دو بلس يتناقص هذا اللون الأزرق تدريجيا، الشيء الذي يدل على أن هناك تفاعل قد حدث داخل الكأس. التفاعل الذي حدث بما أن هناك اختفاء للون الأزرق، هذا يدل أن الإيونات سي دو بلس قد تفاعلت، وكذلك مع المختزل المزوجة الأخرى الذي هو الزنك أدى إلى تكون الجسم الأحمر المتوضع. إذا رجعنا إلى الرسم السابق، الجسم الأحمر المتوضع الذي هو فيليز النحاس. إذن وتكون الإيونات زدان دو بلس. كما تعلمون من خلال السنة الفارطة وكذلك بالنسبة لهذه السنة أن هناك تفاعل أكسدة اختزال، فالإيون سي دو بلس لكي يختزل ويتحول إلى سي يو لازم أن يكتسب إلكترونين، من وفر له هذين الإلكترونين فهو فيليز الزنك. إذا الزنك حدث أكسدة وتحول إلى الإيونات زدان دو بلس بفقدانه لإلكترونين، هذين الإلكترونين تم اكتسابهما من قبل الإيونات سي دو بلس ويؤدي إلى تكون فيليز الزنك. علما أن ثابت التوازن لهذا التفاعل أو المقرونة بهذا التفاعل هي ك تساوي 1.9 × 10^37. إذا لاحظتم أنني كتبت المعادلة بسهمين. على أي؟ إذا حسبنا خارج التفاعل في الحالة البدئية، علما أن التراكيز البدئية للإيونات كانت متساوية لسي دو بلس وزدان دو بلس فهما متساويان، وخارج التفاعل في الحالة البدئية كما تعلمون من الصيغة ديالو كيو ار اي يساوي جداء تراكيز النواتج على جداء تراكيز الايونات او المتواجدة في المتفاعلات. اذا لاحظنا الايونات المتواجدة في النواتج لدينا زدان دو بلس، في المتفاعلات لدينا سي دو بلس، اذا قسمة زدان دو بلس على سي دو بلس بما ان للمحلولين نفس التركيز وبالتالي الايونات لهما نفس التركيز البدئي انيسيال فخارج التفاعل يساوي 1. اذا نلاحظ ان كيو ار اي فهو اصغر بكثير من كاو، وبالتالي هذا التفاعل سيكون تفاعلا كليا ويتم في منحن واحد. اذا فانه حسب معيار تطور التلقائي المجموعه تتطور تلقائيا في المنحن المباشر، وهذا ما اكدته الملاحظات التجريبيه اي ان هناك استهلاك للايونات سي دو بلس تكون سي وسيكون هناك استهلاك لذرات الزنك التي ستوفر الالكترونات للايونات سي دو بلس لتتحول الى ايونات زدان دو بلس. الان سنمر الى نوع اخر من التفاعلات الاكسده والاختزال، الانتقال التلقائي لكن غير المباشر او الغير المباشر، اي ان هناك سيحدث تفاعل اكسده اختزال بين المزدوجتين السابقتين سي دو بلس سي يو وزدان دو بلس زدان دون ان يكون هناك اتصال مباشر بين المؤكسيد سي دو بلس والمختزل زدان. من اجل ذلك نستغل التركيب التجريبي التالي والذي له اسم سنتعرف عليه من خلال هذا الدرس. لدينا في هذا التركيب التكوين المتواجد في هذا التركيب عزلنا المزدوجتين عن بعضهما البعض. في الكأس الاول لدينا محلول يحتوي على ايونات سي دو بلس
المؤكسد المرافق للمختزل سيو، وفي الكأس الثاني لدينا محلول زدان دو بلوس المرافق الذي هو مؤكسد مرافق لزدان. إذن وسنقوم بربط الصفيحة الأولى سيو مع الصفيحة الثانية بواسطة أسلاك ربط موصل أمي وجهاز أمبرمتر. إذن إذا تركنا التركيب على هذا الشكل لن يكون هناك أي اتصال بين المزدوجتين مباشرة. لإغلاق الدارة لازم أن نستعمل ما يسمى بقنطرة إيونية أو قنطرة ملحية. غالبا تجريبيا كيف نكون هذه القنطرة الإيونية والملحية؟ فهي بواسطة ورق ترشيح يتم تبليله، نبلله بواسطة محلول ملحي مثلا NaCl أو محلول إيوني NH4 بلس NO3 مثلا نترات الأمونيوم. إذن ننجز التركيب جانبه المكون من صفيحتين، صفيحة نحاس CS وصفيحة زنك ZnS، مغمورتين على التوالي في محلولين للكاتيونين المرافقين لهما، بحيث المحلول الأول لكي نحصل على الإيون CO2 بلس لازم نجيبه داخل مركب كبريتات نحاس ثاني مثلا الأول، و إيونات زدان دو بلس داخل محلول كبريتات الزنك الثاني، وقنطرة إيونية تصل المحلولين معا. كما قلت سابقا غالبا نكونها تجريبيا بواسطة ورق ترشيح مبلل بمحلول مثلا نترات الأمونيوم الصيغة ديالو NH4 بلس NO3 أسلاك التوصيل وموصل أمي وجهاز أمبرمتر. عند غلق الدارة ما نلاحظ أن هناك تيار كهربائي، أن الأمبرمتر يشير إلى مرور تيار كهربائي. مرور التيار الكهربائي يدل على أن هناك حركة للإلكترونات في المنحى المعاكس وفق الإصطلاح الذي تعرفتم عليه من خلال السنة الفارطة. أنا دائما في أسلاك التوصيل منح التيار الكهربائي ومنح الإلكترونات يكون لهما منحيان متعاكسان. الأمبرمتر حسب هذا التركيب ربط القطب الموجب للأمبرمتر بصفيحة النحاس وربط القطب السالب بصفيحة الزنك أثبت أن هناك مرور تيار كهربائي موجب، أي أن منحه في هذا المنحى، وبالتالي ستكون هناك حركة للإلكترونات في المنحى المعاكس. ما سيحدث الآن أنه لكي تتولد هذه الإلكترونات من سيوفر هذه الإلكترونات؟ فهو المختزل زدان. زدان سيفقد إلكترونين ويتحول إلى المحلول على شكل زدان دو بلوس. الإلكترونات المفقودة على إين جمعتها هنا جوج أو على إين إلكترون بعد إلكترون، سيتحركان هذه الإلكترونين على الدارة الخارجية ويتم اكتسابهما داخل المحلول من قبل الإيونات سي دو بلوس، هي الإلكترونات المكتسبة. وبالتالي نفس الملاحظات التجريبية التي لاحظناها في التجربة السابقة، أن الإيون سي دو بلوس بعد اكتسابه للإلكترونين سيتحول إلى ذرات نحاس، وذرات الزنك التي ستفقد الإلكترونات تتحول إلى زدان دو بلوس، أي أن هناك تفاعلين أكسدة واختزال. هنا تحدث الأكسدة، زدان يفقد إلكترونين ويتحول إلى زدان دو بلوس، وهنا يحدث الاختزال حيث الإيونات سي دو بلوس ستكتسب الإلكترونين وتتحول إلى ذرات نحاس. وبالتالي فهناك قد حدث تفاعل أكسدة اختزال، رغم أن ليس هناك أي اتصال مباشر بين المحلول الذي يحتوي على الإيونات سي دو بلوس وصفيحة الزنك كما لاحظنا في التجربة السابقة. إذن نلاحظ عند غلق الدارة مرور تيار كهربائي منحه من صفيحة النحاس إلى صفيحة الزنك، وبالتالي حركة الإلكترونات في المنحى المعاكس. عند صفيحة الزنك كما قلت يحدث تفاعل تتأكسد خلاله ذرات زدان حسب نصف المعادلة التالية، زدان يؤدي إلى تكون زدان دو بلوس وفقدان إلكترونين. عند صفيحة نحاس تختزل الإيونات سي دو بلس أك حسب نصف المعادلة، أي أنها ستكتسب الإلكترون سي دو بلس زائد جوج إلكترونات تؤدي إلى تكون ذرات نحاس سي، والحصيلة بطبيعة الحال ستكون هي بجمع المعادلتين معا. إذن
جمع نصفي المعادلتين، نصف معادلة الأكسدة ونصف معادلة الاختزال، تؤدي إلى كتابة المعادلة الحاصلة التي كتبناها هنا بسهم واحد إثباتا للشيء اللي قلنا سابقا بمقارنة ثابتة التوازن مع خارج التفاعل البدئي في التفاعل الصادر. الخلاصة التي نستنتجها هنا أنه يمكن أن يحدث انتقال تلقائي للإلكترونات بين أنواع كيميائية لمزدوجتين أكسيد مختزل في حالة مختلطة، أي هناك اتصال مباشر، أو منفصلة مثلا بالنسبة للمثال الثاني. الآن التركيب الذي رأيناه في التجربة الثانية سنراه بالاسم دياله في هذه الفقرة هذه، وهي تكوين واشتغال عمود. على أي بالنسبة للتركيب الذي تم استعماله في التجربة السابقة فهو شبيه بهذا التركيب الذي مثلته هنا بصفة عامة. كما تلاحظون هنا بصفة عامة يتكون عمود، فذلك التركيب يسمى بالعمود. من ماذا يتكون العمود؟ العمود يتكون من نصفي عمود، وكل نصف عمود يحتوي على مزدوجة أكسيد مختزل. بالنسبة لمستوى التعليم الثانوي، الأعمدة التي نتطرق إليها وندرسها هي التي يكون فيها المختزل عبارة عن جسم صلب، لأن هناك مزدوجة أكسيد مختزل يكون فيها المختزل عبارة عن غاز، أو يكون عبارة عن جسم سائل مثلا أمينو كتر أمان دو بلوس. هذه مزدوجة أكسيد مختزل، لكن لا تشكل موضوع دراسة ديالنا. إذن يتكون عمود عموما من صفيحتين فلزيتين أم واحد وأم دو. مثلا في المثال السابق كان لدينا سي أو وزدان، نسميهما كذلك إلكترودين، تسمى كل صفيحتين نسميها بإلكترود. مثلا إذا كان هنا النحاس نسميه إلكترود نحاس، إلكترود زن، نسميهما كذلك إلكترودين. كل صفيحة تكون مغمورة في محلول مائي للكاتيون المرافق. سابقا كان لدينا CU CU دو بلس، زدان زدان دو بلس. إذن هكذا يتكون كل نصف عمود. وقنطرة إيونية أو ما يسمى بقنطرة كما سميتها سابقا، قنطرة ملحية تصل المحلولين. إذن يشتغل العمود عند ربط قطبيه. لازم ما تكون عندنا القنطرة، إذا ما كانت القنطرة فتجريبيا لا يشتغل العمود، لأن لها دور مهم أرجع له في الفقرة الموالية. على أي يشتغل العمود عند ربط قطبيه عن طريق موصل أمي أو مصباح أو محرك، يعني أن ندخل هنا بين هذين القطبين إما موصل أمي مصباح أو مثلا محرك أو جهاز ما بجوار عليهن. هنا سنعمم النتائج التي تطرقنا لها سابقا. الفيليز ام واحد اس الذي يكون القطب السالب يتاكسد الى الايون ام واحد ان واحد بلس، حيث ان واحد بلس هو عدد الالكترونات، مثلا يقدر يكون بلس واحد او دو بلس او تروا بلس، مثلا بحال ال تروا بلس سي او دو بلس كمثال. والى ايونات الى الايونات ام واحد بلس وفق نصف المعادله التاليه. اذا ام واحد اس يتحول يتاكسد الى ام واحد ان واحد بلس زائد ان واحد الكترون. الكاتيون في نصف العمود الاخر ام دو ان دو بلس الموجود في المحلول الذي غمر فيه الفيليز ام دو اس المكون للقطب الموجب، سيحدث له تفاعل اختزال بحكم انه سيكتسب الالكترونات M2N2 plus AQ زائد جوج ديال الإلكترونات، معادلة أو أنصاف المعادلات كنكتبوهم جوج ديال الأسهم كيعطينا M2S. لكتابة المعادلة الحصيلة لهذا التفاعل يجب أخذ بعين الاعتبار عدد الإلكترونات المتبادلة. لدينا هنا N1، وبالتالي كما رأيتم سابقا السنة الفارطة وكذلك خلال الفصل الأول من هذه السنة أننا غادي نضربوا هذا النصف المعادلة في N1، والمعادلة الثانية سنقوم بضربها في المعامل N2، وتصبح المعادلة الحاصلة بجمع نصفي المعادلة وإقصاء عدد الإلكترونات يمينا ويسارا تصبح على النحو التالي. وخلال اشتغال العمود أؤكد على أنه تكون عندنا التفاعل تفاعل كلي نكتبه بسهم واحد. هذه هي المعادلة الحاصلة لاشتغال عمود، كما قلت فهو تفاعل كلي. إذن
تحديد قطبية عمود. هذه فقرة اللي هي مهمة عندما نقوم بإنشاء عمود، فالتعرف على القطب الموجب والقطب السالب للعمود يساعدنا في عدة أشياء. من جهة أن هناك أسماء تعطى للقطب الموجب والقطب السالب، وكذلك كيفية كتابة أنصاف المعادلات أكسدة والاختزال، وكذلك المعادلة الحصيلة للتفاعل الذي يحدث خلال اشتغال عمود. فلتحديد قطبية العمود هناك طريقتين. الطريقة الأولى بقياس شدة التيار الكهربائي، نركب على التوالي أمبرمتر. إذا كانت شدة التيار على التوالي أمبرمتر، يعني نربط قطب مثلا بالنسبة للصفحة الأولى مع القطب الموجب، الصفحة الثانية مع القطب السالب، إذا لاحظنا أن شدة التيار فهي موجبة، فإن الصفيحة المتصلة بالمربط A للأمبرمتر هي القطب الموجب، نرمز له ببي للعمود. أما الصفيحة المتصلة بالمربط كوم للأمبرمتر فتكون القطب السالب N للعمود. فقط للتذكير، بالنسبة لA فهو يشكل القطب الموجب بالنسبة للأمبرمتر الإلكتروني، وكوم فهو قطبه السالب. بالنسبة للأمبرمتر دي إبرة فنتكلم عن القطب الموجب وعن القطب السالب. هنا والعكس صحيح، أي إذا قمنا مثلا بربط A بصفيحة، أو ربطنا القطب A بإحدى الصفيحتين والقطب كوم بالصفيحة الأخرى، ولاحظنا أن شدة التيار الكهربائي سالبة، هذا يدل أن الصفيحة التي تم ربطها بA فهي تشكل القطب السالب، بين الصفيحة التي تم ربطها بكوم فهي تشكل القطب الموجب. الطريقة الثانية وهي تحديد قطبية عمود والقوى المحركة بين الصفيحتين، نقوم بربط جهاز فولتميتر. في هذه الحالة كما رأيتم في الجذع مشترك، كذلك بالنسبة لهذه السنة لقياس القوى المحركة لعمودين فيكفي أن نركب جهاز فولتميتر، فإن شدة التيار عندما تكون شدة التيار تساوي صفر، عندما تكون شدة التيار E تساوي صفر أمبير، فإن التوتر EPN بين قطبي العمود فهو يساوي القوى المحركة لهذا العمود. فإذا كان الفولتميتر يشير إلى قيمة موجبة، فإن الصفيحة التي تم ربطها بالقطب V للفولتميتر الإلكتروني فهي تشكل القطب الموجب، أما الصفيحة المرتبطة بالقطب بالمربط كوم الذي يشكل القطب السالب للفولتميتر الإلكتروني فهي تكون القطب السالب للعمود. والعكس صحيح، أي إذا قلبنا ربط القطبين ولاحظنا أن هناك قيمة سالبة، فالصفيحة المرتبطة بالقطب الموجب فهي تشكل القطب السالب، بينما الأخرى تشكل القطب الموجب. هناك تمثيل اصطلاحي يتم بالنسبة لعمودين بصفة عامة، يمثل هذا العمود بتبيانة اصطلاحية. لاحظوا معي الكيفية التي قمت بها بالتمثيل. فدائما دائما دائما وأركز على هذه المسألة هذه، أنه دائما نضع القطب السالب على اليسار والقطب الموجب على اليمين. هذه العلامة فهي تشير إلى القنطرة الملحية أو الإيونية، نمثلها بواسطة خطين مستقيمين متوازيين. كما قلنا سابقا أن القنطرة الإيونية فهي تربط بين المحلولين المحتويين على الكاتيونين، فكما تلاحظون أنه يمينا ويسارا هناك رموز الإيونات، والصفائح هي التي تكون الأقطاب. عندما نمثل التبيانة الاصطلاحية للعمود ستلاحظون على أن المزدوجة المكتوبة على اليسار نكتبها كما نكتبها عادة، دائما مزدوجة مؤكسيد مختزل، نبدأ يسار المؤكسيد من بعد كنديرو مختزل. هنا اللي كتكون على اليسار فهي كتكون مقلوبة عندنا، تنبدأ بالمختزل عاد المؤكسيد. أسماء كنعطيوها، كاين هناك القطب السالب فهو يسمى بالآنود، هو الإلكترود الذي تحدث على مستواه الأكسدة. فمثلا بالنسبة للتجربة التي تكلمنا عليها الثانية، كانت عندنا صفيحة ديال الزنك على مستوى حدادة الأكسدة فهي تشكل القطب السالب، وبالتالي سنسميها بالآنود. والقطب الموجب فنسميه بالكاثود، وهو الذي يتم على مستوى الاختزال. من عند الكاثود كيخرج عندنا التيار الكهربائي في العمود عبر الدارة الخارجية، والإلكترونات تنطلق من الآنود. حتى هذه الأسماء يجب أن تكون معلومة ومعروفة ومحفوظة. عندما يقول لي مثلا في تطبيق ما أن الآنود هو
مثلا صفيحة الألومنيوم والكاثود مثلا صفيحة ما في مثال ما، فأستنتج من ذلك أن الألومنيوم فهو يشكل القطب السالب للعمود. يتميز العمود مثل كل مولدين بقطبين، قطب موجب وقطب سالب، وهناك قوة كهرومحركة E وحدتها دائما هي الفولت، وهناك مقاومة داخلية R بالأوم، غالبا نقوم بإهمال هذه المقاومة. الدراسة الكمية لعمود، أثناء اشتغال عمود فهناك حركة للإلكترونات، لأن هناك تيار كهربائي وبالتالي فهناك حركة للإلكترون. دونك كمية الكهرباء المتحركة، وهذه عندنا عادة عندما يمر تيار كهربائي فهناك كمية من الكهرباء تتحرك في الدارة الكهربائية. صياغ نعلمها من الجذع مشترك من الأولى بكالوريا وكذلك في الفصل الأول من هذه السنة، فصياغة ديال كمية الكهرباء فهي كي تساوي إي فوا دلتا تي. وكذلك هناك صيغة أخرى أذكركم بها فتساوي كذلك كمية الكهرباء القيمة المطلقة لشحنة الإلكترونات المتبادلة في الدارة. فالصيغة ديالها إن أو إلكترون في إن أ ثابتة أفوغادرو في هذه العلامة هذه فهي الجداء في القيمة المطلقة لشحنة الإلكترون بالنسبة لN E في NA. للتذكير فعدد الإلكترونات الصيغة التي عرفناها عندنا N في القيمة المطلقة لشحنة الإلكترون، وكمية المادة تساوي العدد على ثابتة أفوغادرو، وبالتالي العدد يساوي كمية المادة في ثابتة أفوغادرو. في هذه الصيغة نضع NA في القيمة المطلقة لشحنة الإلكترون، وهي قيم اللي تمنح لنا دائما بالنسبة للتمارين 6.02×10^23 تقريبا، وهذا أن القيمة المطلقة لشحنة الإلكترون هي 1.6×10^19، وبالتالي يمكن أن نعين هذه القيمة التي تم وضعها. نضع الجداء NA فوا ناقص E نرمز له بـ F، هاد ثابتة F تسمى بثابتة فاراداي قيمتها تقريبا إذا عوضنا N 6.02×10^23 في 1.6×10^19 فتنحصلوا على قيمة اللي هي 9.65×10^4 كولوم مول موانزا حسب الوحدات، وبالتالي تصبح لنا وأخيرا كمية الكهرباء Q التي يمررها العمود في الدارة هي Q تساوي N في القيمة المطلقة للإلكترون في F في دلتا T، مع دلتا تي بالثانية اي بالأمبير وكي بالكولوم، وكمية المادة دائما عندنا بالمول. خلاصة القول، العمود يتكون من مزدوجتين أكسيد مختزل. ما يجب معرفته عند الاشتغال على عمود؟ يجب أن نكون قادرين على تمثيل تبيان الإصطلاحية للعمود، معرفة الأنود ومعرفة الكاثود، وكذلك التمكن من استغلال هذه العلاقة التي تمكننا من حساب إما تغير كتلة صفيحتين أو تغير تركيز كما لاحظتم سابقا. فمثلا صفيحة الزن ستتأكسد وتتحول إلى الإيونات زد دو بلس، وبالتالي في المحلول سيتزايد تركيز الإيونات زد دو بلس بينما الصفيحة ستتناقص كتلتها. بربط كمية مادة الإلكترونات التي نعينها من هذه الصيغة غالبا نتمكن من تعيين كمية مادة الزنق التي تناقصت وبالتالي الكتلة التي تناقصت، أو كمية مادة إيون تكون وبالتالي نتمكن من تعيين تركيز تغير ديالو إما تزايد أو تناقص. قد حاجة أخيرة أؤكد عليها أنه بالنسبة للقنطرة الإيونية كما قلت دورها فيتمثل في الحياد الكهربائي في محلولي نصفي العمود، فمثلا عندما يتم اختزال ذرة ديال الزنق وتتحول إلى إيون زاد دو بلس فهناك شحنتين موجبتين تزايدت في المحلول، وعندما يتم الاختزال في نصف العمود الآخر سي دو بلس يتحول للسي فهناك شحنتين كهربائيتين تتناقصان، وبالتالي يحدث خلل في الحياد الكهربائي في محلولي نصفي العمود. من يؤمن هذا الحياد الكهربائي؟ فهي القنطرة الإيونية، حيث تتحرك الإيونات السالبة في منحى حركة الإلكترونات بينما الإيونات الموجبة تتحرك في منح التيار الكهربائي. شكرا على انتباهكم، بالتوفيق، وسأعود معكم في الحصص المقبلة من أجل إنجاز تطبيقات وتمارين حول العمود. شكرا.